جسمك، ومحدش يقول اصل الراجل ايده مفروده. ليه؟ لان انت بتلعب على الكره الثانيه كسونج، ما بتلعبش على الاولى اللي هو النجاز. النجاز لما رفع دي لعبه اولى، لكن اللعبه الثانيه كسونج وهو بيشترك بقت لعبه ثانيه، فالراجل بيلتحم معاه عادي جدا، مفيش مشكله، ما تتحسبش ابدا. الغريب في الثانيه بقى، شوفوا بس نظر تركيز قوي بتاع حسن السندبيسي وكابتن امين عمر. انا هقف، يعني هقعد مش هقف دقيقه صمت او دقيقه احداد، مش هعمل كده، مش هقوم واقف دقيقه احداد كده، دقيقه احداد كده. سموها بقى يعني، سموها لحظه صمت، سموها نص دقيقه احداد، 20 دقيقه احداد. يلا يا باشا اهو. بس اوكي، مفيش مشكله، مفيش مشكله بالانجليزي، ومفيش مشكله بالعربي، ومفيش مشكله بالفرنساوي. قال له اكتر حاجه عجبتك في فرنسا ايه؟ قال له اكتر حاجه لفت انتباهي في فرنسا ان كلهم بيتكلموا فرنساوي حتى العيال الصغير. ماشي يا سيدي اوكي، ما عنديش حاجه اقولها بقى تانية، خلاص نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا النهارده في ملعب الاهلي، كابتن ماهر همام وكابتن اسامه حسني وكابتن احمد بلال.